هذا وقد قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السي زايد بن راشد الزياني بزيارة إلى معرض الابتكار في القدس ضمن زيارته الحالية لدولة إسرائيل. خلال الزيارة طلع سعادة الوزير على ما يضمه المعرض من معروضات متنوعة وأهم الابتكارات الحديثة المعروضة والتي تعكس تقدما علميا لافتا. بهذه المناسبة قال الوزير الزياني: إننا اليوم نقوم بالزيارة الثانية لدولة إسرائيل، يسرنا أن نرى مدى التطور والحراك التنموي الذي سوف يسهم في علاقاتنا المستقبلية وفي الاستفادة من الخبرات المشتركة. أضاف سعادته أن مملكة البحرين ومن خلال التوقيع على إعلان تأييد السلام تمضي بكل ثبات نحو تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات مع دولة إسرائيل والاستفادة من الفرص المشتركة بما يخدم مصالح البلدين. كما أكد على أهمية البدء بزيارات مفتوحة بين المسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بين البلدين، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات، متطلعا إلى مشاريع مشتركة خلال المستقبل القريب.